بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح 7 مرات في حياتي وقال لي أن أنا أحكي معاكم على الإنترنت. أنا ما غلطش، أنا قلت 7 مرات في حياتي وهشرح لكم دلوقتي حالا. فاكرين في المرة في الجزء الثاني من الرسالة في آخر الجزء خالص شرحت لكم وأنا قلت لكم أنا شفت المسيح وكان قاعد، كنت جوه الكنيسة وكان قاعد على العرش، والمسيح ساعتها اللي على العرش اتكلم معايا وقال لي يلا اجهزي احنا خارجين من مصر. الحقيقة في اليوم ده انا كنت بدور وبقول يلا اجهزي احنا خارجين من مصر، انا رايحة فين؟ وكان تفكيري طبعا على قدي، فبقول انا مسافرة رايحة الجزائر. طب انت يا رب بتقول يلا واحنا مسافرين وانت يا رب مسافر معايا، يعني لو رجعتوا للجزء ده هتلاقوا الرؤية دي. وساعتها انا قلت لكم بعدها ان انا ما حسبتش الرؤية دي من ضمن الخمسة اللي انا قلت لكم ان انا شفت المسيح 5 مرات في حياتي. الحقيقة الرؤية دي انا عايزة احطها الرؤية رقم 6، لان هو ما كانش يقصد خالص يلا احنا خارجين، هو كل قاله يلا احنا خارجين من مصر. هو كان يقصد يلا احنا خارجين من مصر، احنا رايحين في طريق السماء، احنا رايحين على اورشليم السماوية. يلا انت سلمتيني قلبك، فانا اخدته في ايدي واخدته حطيته جوه قلبي، فانا يلا عشان نمشي الطريق اللي انا هوريكي ازاي هاخدك واحط قلبك جوه قلبي. وهي دي يلا على اورشليم السماوية، إن المسيح هياخدنا في حضن الآب. وهي دي الله كان صادق وأمين دايما، الله صادق وأمين في وعوده. فدي الرؤية رقم 6، وهحكي لكم الرؤية رقم 7 المرة الجاية بنعمة ربنا، لأني فعلا شفت المسيح تاني. النهاردة يلا بينا على اللي كان جالس على العرش واتكلم. النهاردة رايحين سفر الرؤية إصحاح 4. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته قبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوسقز حول العرش في المنظر شبه الزمرد. قال له اصعد إلى هنا هو الصعود بالروح، فهي درجة روحية أعلى أعطاها له الله يسمع يوحنا ويرى بالروح. لذلك تكسر كنيستنا الأرثوذكسية من أصوامها وصلواتها لتعطي فرصة للروح لتصعد وتتمتع بالسماويات. على العرش جالس، كلمة العرش لا تعني قطعا كرسي يجلس عليها الله. الله لا يحد زمان ولا مكان، هو الذي يحوي الكل ولا يحويه شيء، لكن كلمة العرش يفهم منها الملك والسلطان. هو رئيس ملوك الأرض، بل هو الذي يتحكم في قلوب الملوك، وكلمة جالس يفهم منها الاستقرار والراحة. وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب، حجر كثير الشفافية واللمعان وتقريبا زي الماس، فهو يرمز لمجد الله وبهاء قدسته ببساطة محبته للبشر. مشاعر الله كلها ببساطة وبراءة هي المحبة، محبة فقط، فالله محبة، هذه هي طبيعته، طبيعة بسيطة لا يوجد فيها أي شائبة من الكراهية. الله الآب ملء اللاهوت، أصل الوجود. العقيق لونه أحمر، لون الدم، إشارة لفدائه، فهذه المحبة وصلت لسفك دم ابنه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. حجر العقيق أحمر اللون كالنار يشيل إلى رهبته وعدله، الابن ملء الناسوت الفادي. قوسقز حول العرش وعلامة ميثاق بين الله والإنسان، ومن أيام نوح هذه العلامة هنا وحول العرش إشارة تعطينا إطمئنان أن الله لا ينسى وعده لأبنائه. وتعدد ألوان قزح حول العرش تشير تعدد بركات الروح القدس، شركة موهبة وعطايا الروح القدس. وهنا الروح القدس شبه الزمرد لونه أخضر، هو لون الحياة، الله حي ويريد أن تكون لنا حياة. هذا القوس شبه الزمرد، الزمرد يميل للخضرة ولا يتأثر بالشمس أو الظل، خضرته تبعت في النفس هدوء وسكون وسرور. هكذا كلما ارتفعت أنظارنا للعرش
هدأت نفوسنا وامتلأت سلاما. أدركنا دوام خضرته في عمله معنا، شركة وموهبة وعطية الروح القدس. الروح القدس أصل الحياة. وبكده على العرش جالس ملء اللاهوت والناسوت والروح القدس، أي الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يلا نسبحه يا جماعة. تسبيحة صغيرة من سفر الرؤيا إصحاح 5 عدد 12. ليك كل الكرامة والمجد يا رب. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة لك. لك القدرة يا خالق القدير، إذ أنت وحدك الغالب الذي يغلب وواهبنا الغلبة. لك الغنى يا واهب الغنى لأولادك، لأنك افتقرت لكي تغنينا. لك الحكمة يا كلي الحكمة في تدبيرك، الذي صرت كجاهل بين البشر لكي تعلمنا البساطة والوداعة والتدبير الحسن. لك القوة يا كلي القوة لتنفيذ مشيئتك، صرت كضعيف بيننا لتسند ضعفنا وتقوينا. لك الكرامة، الكرامة لإبوتك وهبتك، أخليت ذاتك عن الكرامة لتشرك الترابيين في كرامتك السماوية. لك المجد، المجد لعظمتك، حملت خزينا حامل خطايانا في جسدك لكي نتمجد بك ومنك وفيك. ليك البركة يا إله المعبود، وليك السجود الذي انحنى ليحمل لعنتنا لكي نكون به مباركين. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000، لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، يقف الحمل وحول من ارتبطوا به واتحدوا به بالحب الإلهي الأبدي، لأنه هو الحب الحقيقي. وقفوا معاه كملوك على جبل صهيون في السماء العليا، مدينة الملك العظيم، يملكون وهو يملك عليهم. تتحقق النبوة القائلة: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. هم ملوك حول الملك السماوي الآتي بالعدل وللقضاء. يليق المؤمن الحقيقي الملك، إن كان بتول أو متزوج، أن يزوخ يختبر البتولية الروحية، يقدم للرب نفسه بتولا قلبا وفكرا وحواسا أيضا. في كنيسة الأبكار الكل كعذارة متبتلة، لا تشتهي ولا تنشغل ولا تطلب إلا السيد الرب يسوع المسيح، أي المخلص الملك والعريس الوحيد. يا له من منظر شهي من لا يبذل كل جهد ويقبل أي ألم من أجل أن يكون له هذا النصيب، أن يحيط بالرب ويلازمه ويتحد به ولا يفارقه إلى الأبد. رائع يا رب. في مزمور 125 من 1-3 نجد صورة رائعة، وهذا المزمور من ترانيم المصاعد. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الظهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، وده يقدم لنا العدل الإلهي. ثم يبدأ السلام: أورشليم بعد صهيون، أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الظهر. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. ففي خلال رحلة جهادنا نصعد ونرتفع ونسمو عن الأرضيات والماديات، نكون كجبال يحيط بنا جبال هم الملائكة والقديسين، ويحيط بالجميع الرب يسوع المسيح. من هنا تحيا الكنيسة في سلام وفرح مسبحة، ولكن ذلك لمن لهم سمة أو اسم الآب على جباههم، هم الملوك الروحيين الصالحين المستقيم القلوب. هقولها تاني: هم الملوك الروحيين الصالحين المستقيم القلوب، وهذا يعني إنهم ملك للآب وهم خاصته. الجبهة رمز التفكير الدائم في الله، فهو مصدر شبعهم ولذتهم، فأولاد الله يعيشون في ضيق لفترة محددة 3.5 من الزمان، لكن يعيشون في سلام وفرح مسبحين، المسيح وسطيهم هو سر فرحهم. هم الملوك الصالحين المستقيم القلوب، لهم التفكير الدائم في الله، وهيروحوا على أورشليم السماوية.
عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا ربي ويمجد اسمك؟ لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك، لأن أحكامك قد أظهرت. يلا بينا مع أشعية. استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، أدي حاجة، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، ودي التانية، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف أو نجس. أورشليم السماوية، المدينة المقدسة المجيدة وملك السلام. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، سفر الرؤيا 21. لأن السماء الأولى مضت والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. ليس للبحر موضع هناك، لأنه لا انقسام ولا اضطراب ولا انفصال ولا انشقاق ولا قلق، بل مع كمال وحدتها يسودها سلام داخلي وخارجي. سلام داخلي وسلام داخلي يا ملك السلام. أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. الرسول يوحنا هنا صعد بالروح فرأى كنيسة حقيقية مثالية خالدة، هي في حقيقتها لقاء الله مع المؤمنين في وحدة سماوية. ولما كان هذا الأمر يصعب رمزه أو التعبير عنه، لهذا سجل لنا ما رأاه فعلا لكن في رموز بسيطة. لأن ده لقاء جديد لكنيسة واحدة تذوق الوحدة الأبدية في شخص الرب يسوع، ومع السامعيين في شركة مبدعة جديدة في كمالها وتمامها. لما لقي يوحنا أحضان قدوس القديسين المفتوحة للقاء قديسي، سمى اللقاء ده المدينة المقدسة، وفي نزولها أيليها مجد الله من عنده تعلن حب الله للبشر واشتياقه إلى هذا اللقاء معه. مهيئة كعروس مزينة لرجلها، إنها عروس واحدة مزينة بزينة عرسها التي أهداها هو لها. هو ذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ما قالش مسكن الناس مع الله، الله هو المشتاق أكتر إن يسكن مع الناس. اشتاق الآب لعودة أولاده لحضنه، اشتاق الآب لعودة أولاده لحضنه. وتعبير مسكن علامة الاستقرار النهائي في حضن الله، مع ارتباط دائم بينهما، فهو إلههم وهم شعبه الخاص. أخيرا رجعنا لحضن الآب، أخيرا رجعنا لحضن الآب. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت، وده معناها عزاء كامل. الله سيمسح دموعهم وهينسوا الألام والتعب. اثنين، حياة أبدية، فقد مضى الموت بلا رجعة، الله لا يرجعه. ثلاثة، فرح خالد، فلا يكون حزن هناك ولا صراخ ولا وجع في مدينة القديسين السمائية. حياة جديدة، الله سيصنع كل شيء جديد، حياة كلها فرح وراحة وسلام ونقاء. نعم، هذه الأقوال صادقة وأمينة. شكرا لله إن وصلنا لمشارف الأبدية وعيدها الذي لا ينتهي. شكرا لك يا رب، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، كل شيء يتم بإرادته ومشيئته الإلهية، لتكن مشيئتك. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. يسوع هو سر الارتواء والشبع لينا، لأن في النفس البشرية عطش وجوع ليه غير محدود، وهو وحده اللي يشبع ويروي. شكرا ليك يا رب على عطاياك العظيمة اللي احنا ما نستحقهاش، ودمك السمين، انت وحدك سر العطية والقوة والبركة. من يغلب يرث كل شيء، وكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هو بالمفرد يعني العلاقة مع الله شخصية. وسمع يوحنا الملاك بيقول له هلما فأريك العروس امرأة الخروف، وذهب به بالروح إلى جبل عالي عظيم. وده ارتفاع تاني ليوحنا، شاف المدينة العظيمة أورشليم السماوية نازلة من السماء من عند الله، ليها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب
وكان ليها سور عظيم وعالي، وكان ليها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني الإسرائيل الـ 12، من الشرق 3 أبواب، من الشمال 3، من الجنوب 3، ومن الغرب 3. وسور المدينة كان ليه 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف الـ 12. كل ده احنا تأمننا فيها جماعة قبل كده. قاس الملاك المدينة وسورها وأبوابها بقصبة من ذهب، والذهب دايما رمز النقاء والبر. معنى كده ان سكان هذه المدينة قد قيسوا بمقاييس البر، فوجدوا مستحقين دم المسيح. كان بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جزع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد سلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر إسمنجوني، الثاني عشر جمشت. والاثنى عشر بابا 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. سوق المدينة من ذهب نقي كزجاج شفاف، والزجاج بيتصنع من الرملة. فاكرين الرملة اللي أنا رميته في الأول؟ ولم أرى فيها هيكلا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. الهيكل هو مكان لقاء الله مع شعبه، الآن الله ساكن مع شعبه، هو فيهم وهم فيه، فلا حاجة لوجود هيكل بعد هذا الاتحاد، لقد صار لقاءنا مع الله على مستوى الوحدة. المدينة لا تحتاج لشمس ولا قمر ليضيء فيها، لأن مجد الله أنارها والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها. معنى تمشي أنه صار ليهم فكر الله، زي ما كان بيقول الرسول، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن، وملوك الأرض تجؤون بمجدهم وكرامتهم إليها، وأبوابها لن تغلق نهارا ولا، ولأن الليل لا يكون هناك، ويجؤون بمجد الأمم وكرامتهم إليه. كل مجد الأمم وكرامتهم سدودة تحت قدمي المسيح، لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسا وكذبا، إلا المكتوبين في سفر الحياة، إلا المكتوبين في سفر الحياة. ولم أرى فيها هيكلا ولا يدخلها شيء دنس ولا ركس، إلا المكتوبين في سفر الحياة. نلاحظ في أورشليم السماوية الله يحمي الصفات السماوية والشفافية اللي صارت لينا، فما عاد هناك أي احتمال للسقوط بعد الاتحاد النهائي. هذا نراه في السور، حماية إلهية وإلقاء الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار ومعه من تبعوه. فما عاد لنا أعداء، 12 ملاك يحرسوا الأبواب، بل وكتأكيد لهذه الحماية والثقة في انعدام فرصة الخطية الثانية. وقيل أن الأبواب لا تغلق نهارا فلا ليل هناك. نسمع وعد الله إنه لن يدخل أورشليم السماوية شيء دنس، والدنس والخطية يشار لهما بالليل. انتهى الليل من حياتنا، وهيعيش في حياتنا النهار، وهو المسيح، هو شمس برنا، وهو نهارنا، إحنا هنعيش فيه بهذا الاتحاد. رؤية 22، وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. دايما نقول عرش الله والخروف يعني اللاهوت والناسوت. في وسط سقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. يبقى هنا في الشبع والشفاء، ولا تكون لعنة فيما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، هم سينظرون وجهه واسمه على جباههم. لا يكون ليل هناك، لا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي يوحنا: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب.
ما أعظمك وأجملك وأروعك يا رب. وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، من هو بار فليتبرر بعد، من هو مقدس فليتقدس بعد. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، لإني أجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة، ولا يدخلون من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والصحراء والزنا والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب يصنع كذبا. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. هو أصل داود لأنه هو خالق داود، وذريته لأنه المولود منه بالناسوت. الروح والعروس يقولان تعال، من يسمع فليقل تعال، من يعطش فليأتي، من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا. أمين تعال أيها المسيح، أيها الرب يسوع. هقول مع بولس ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعدها الله للذين يحبونه. بينا على الرؤية بتاعتنا. عايزة أقول لكم مفيش حد هيوصف أورشليم السماوية أجمل من يوحنا الحبيب. نرجع للرؤية، كنا في الجزء 23. قلت لكم أنا لقيت نفسي منجذبة تماما بانجذابة عجيبة جدا ناحية السماء، ولقيت نفسي إن أنا شايفة نور قوي جدا، لكن النور مريح للعين جدا. لقيت نفسي سمع صوت كصوت خرير المياه، وهو زي تسبيح للقديسين والملائكة بالروح القدس. الحقيقة كان في شعور جوايا قوي كمان، هو الشعور المخافة والمهابة. حسيت بمخافة ومهابة رهيبة قوي لربنا، بالرغم ان انا كان جوايا سلام، وزي ما قلت لكم كل شعور ابواب اورشليم اللي كانت موجودة، المحبة والاتضاع والوداعة والسلام والمخافة وكل المشاعر دي كانت حاسة انها كلها جوايا. والمشاعر دي كلها مشاعر روحية مش مشاعر نفسية، في فرق قوي بين المشاعر الروحية والمشاعر النفسية. المشاعر دي كلها لقيتها واخداني متجمعة، العقل كله تفكير، ما لقيتش جواه غير التسبحة اللي بسبحها لربنا وقلت لكم عليها. القلب مليان بالمشاعر الروحية العظيمة، وأعظمهم المخافة والمهيبة. لقيت إن أنا مسحوبة بطريقة يعني عجيبة جدا. أنا سمع صوت خرير المياه التسبيح، مش شايفة غير النور. عايزة أقول لكم كل المشاعر والحواس والفكر والقلب متجمعين فيه. لقيت فيه المركبة، فاكرين المركبة اللي كنت بقول لكم عليها، زي الأوتوبيس، زي اللؤلؤة الشفافة اللي في جواها كرسي. لقيت نفسي قاعدة جوه كرسي. عايزة أقول لكم أنا كنت قاعدة جوه الكرسي ده، حاسة أن أنا لازقة في الكرسي من كتر المهابة والمخافة اللي حسيتها لربنا. حسيت ان انا يعني قدام الاب، ان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين مهابتي. شعور ان انا نفسي اسبحه، وشعور جوايا بالمخافة. لقيت المركبة دي واخداني ودخلة بيا جوه أورشليم السماوية. لقيت نفسي جوه، ما وقفناش تاني على الباب. انا فاكرين بقول لكم الباب كأننا كنا واقفين على جبل صهيون، لكن هنا احنا دخلنا على جبل المرايا، ودي أورشليم السماوية. انا بس عايزة اديكم لحظة، اللي كان على جبل صهيون كان داود، اللي بنى أورشليم السماوية كان سليمان اللي هو ملك السلام. وهنا ربنا عايز يفرق تماما، في فرق انك تقف معايا كملك على جبل صهيون، وإنك تدخل هنا بكل المهابة والكرامة لله. يعني أنت داخل جوه حضن الإب. حسيت بجد إن أنا جوه حضن الإب. الاتحاد ده شعور عجيب جدا على فكرة. اللؤلؤة دي كانت عمالة تلف بيا وتدخل بيا جوه أورشليم السماوية. المنظر وروعته ما يتوصفش، ما فيش أجمل من الوصف الحقيقي اللي وصفه يوحنا الحبيب.
بس لقيت كمان المنطقة اللي تركز عليا وآخر منطقة وقفنا فيها كانت هي منطقة سوق المدينة. كلمة سوق المدينة هي لقاء لكل المؤمنين اللي موجودين في هذه الوحدة السماوية. لما هو بيقف هنا يعني بيوقفك عند اللقاء بين كل المؤمنين، بين كل أبناء الله اللي هم زي ما بنقول المستقيم القلوب، اللي ما لهمش غير فكر المسيح، اللي ما فيش في لسانهم غير تسبيح لإلهنا، اللي جوه قلوبهم المشاعر المستقيمة اللي هي من زي ما قلت لكم كل أبواب معاني أسماء أبواب أورشليم اللي احنا أخدناها في الجزء 23. لما تلاقي كل الشعور ده جواك وكل السلام ده جواك، انت المكان ده مش عايز تخرج منه، انت عايز تقعد هنا ما تخرجش أبدا، مش عايز تخرج من هذا الاتجاه. الحقيقة بسيط، لقيت المركبة دي بتاخدني بشويش خالص وبمنتهى الهدوء، وبتخرجني بشويش وبترجعني تاني على الأرض، وقال لي كلمة واحدة بس: خدي بالك انت هنا في مفترق طرق. كلمة مفترق طرق دي الحقيقة في اللحظة والوقت انا مفكرتش فيها كتير، لكن انا حسيت ان انا مش عايز اخرج من اورشليم السماوية. ربنا بيسيبنا مثلا شهرين ثلاثة بعد كده، الشعور ده جوايا مسيطر عليا، حسيت بجد ان في انسان جديد بيتولد. الانسان ده هو انا. الارض جديدة اللي هي ارضك، والروح جديدة اللي متحدة بالله وهي روحك، مش عايز تخرج خارج هذا الشعور. انا عايزة اقول لكم، انا تقريبا قادلي 4 سنين من ساعة ما ماري مينا قال لي اخرجي وسيبي الخدمة لحد دلوقتي حاليا، وانا قافلة تماما، يعني ما بخرجش كتير قوي برا البيت. بشكر ربنا البيت عندي هادي قوي قوي، بروح بس احضر القداس، اتناول، اتعامل المعاملات البسيطة قوي وبرجع البيت. مش عايزة يعني من جوايا مش عايزة اخرج من هذا الشعور وهذه الراحة. سابني 3-4 شهور كده، وانا برضو كنت بفكر يعني ايه انتي هنا في مفترق طرق، يعني عايز يقولي انتي هنا عندك حرية الحركة في الاتجاه الافقي. عايز اقول الاتجاه الافقي اللي هو الاتجاه مع الناس، مع شعب المسيح، والاتجاه الرأسي اللي هو الدخول والخروج من ابواب اورشليم زي ما انتوا عايزين. عايزة أقول لك ملاحظتين مهمين قوي. الملائكة والقديس، الملائكة اللي هو الملائكة السمائيين، يعني رتب الملائكة اللي احنا تأمننا فيها قبل كده لحد السرافيم والحد الشاروبيم، مش من حقهم انهم ينالوا هذا الاتحاد والوجود في حضن الآب. دي نعمة وبركة ربنا خاص بها الإنسان، لأن الإنسان بيجهد فيكلل هذا الجهاد بحضن الآب. حياتنا الروحية، وديها يعني هركز عليها مرة تاني وهعمل لكم ملخص كامل لكل اللي احنا قلناه بنعمة ربنا في الجزء اللي جاي. اللي انا عايز اركز عليه النهاردة، ربنا بيديك نعمة ما ادهاش للشاروبيم والسرافيم، ما ادهاش لكل طغمات ورؤساء الملائكة، هو انك ممكن تستمتع بالاتحاد بالله والوجود في حضنه. والله هو المشتاق الاول ان هو يسكن مع اولاده. الحب والاشتياق اللي ربنا بيوجههنا النهاردة بيقول لكم تعالوا لحضن الاب. حب المسيح اللي بذل ابنه من اجلك النهاردة، خلي علاقتك علاقة شخصية، يعني قول الكلام، لان الاتحاد هيكون اتحاد شخصي. صحيح احنا هنبقى مجموعة جوه قلبه، لكن الاتحاد شخصي. افتح لربنا قلبك وروح مع المسيح لحد قلبه. ربنا النهاردة بيقدم لك هذا الاتحاد العظيم في اورشليم السماوية. الحقيقة بعد كده، بعد 3-4 شهور، بسيط لقيت يعني بدأت أقول له: طب يا رب، بصلي وبقول له: طب يا رب عايزني أعمل إيه؟
قال لي احكي على الانترنت. الموضوع ده كان بالنسبة لي مفاجأة، بقول له أنا منفعش يا رب. قال لي احكي على الانترنت. الحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي كان يعني ما عداش عليا بالسهل كده، أنا طبعا هنفذ مشيئتك يا رب، أنا مش هقول لأ. لكن في نفس الوقت كنت بفكر احنا في كنيستنا الأرثوذكسية ما عندناش أي حد بيطلع ويحكي اختباراته. تاني حاجة الاختبارات الروحية قوي زي كده احنا تعودنا برضو ان حتى لو كان يعني ان حتى لو قلنا حاجة بتزع بعد النياح. كان في اب جميل قوي الحقيقة متابع حياتي من اديله فوق 40 سنة، بشوفه مرة يمكن كل 2-3 سنين او مرة كل سنة لو ربنا اراد. كان دايما كل ما يقعد معايا ويقول لي هي وصلنا لفين، عملنا ايه، شفنا ايه، كنت بحكي له على كل حاجة. الحقيقة قال ده طبعا غير كمان اب احترافي، يعني الحقيقة كنت مع 2 من الملائكة الارضيين اللي دايما بيتابعوا حياتي. كان دايما يقول لي سرية اكتبي. الحقيقة قلت له لا، دي علاقة شخصية احب انها تفضل شخصية بيني وبين ربنا. يعني شوفوا من 30-40 سنة يقول لي اكتبي، اقول له الحقيقة لا. لكن لما جه ربنا وقال لي احكي، انا كمان فكرت في حاجة تانية. دايما ما حفظنا وبيقولولنا العذراء مريم نفسها ما حكتش. فطبعا كل الكلام ده كان بيلف في دماغي. ربنا طبعا لانه بكامل حكمته عارف ايه اللي بيلف في دماغي، رد عليا برد جميل قوي. قال لي كل انسان في الحياه وعلى الكره الارضيه انا عارف بحسب مشيئتي من قبل، بحسب معرفتي، لانه هو كامل المعرفه من قبل ما الإنسان بيتولد. فربنا بحسب كامل معرفته كل إنسان فينا ليه دور. قال لي أنت دورك غير دور العذراء، العذراء كان دورها كده وهنا في الوقت ده وفي الزمن ده وفي المكان ده. إحنا في الزمن النهاردة وأنا اللي بقولك أحكي. لما لقيته بيرد عليا كده بصراحة أنا لقيت جوايا حاجة بتزقني، رحت فتح الكمبيوتر وبدأت أسجل لكم كل الأجزاء اللي هي نزلت من الوقت ده لحد طبعا اللي أنا بسجله النهاردة. وده طبعا بعد ما كنت شفت كل اللي أنا حكيت لكم عليه. لكن عايزة أقول لكم الترتيب والنظام اللي نزل بيه الرسالة أنا ماليش فيه أي فضل. الحقيقة روح ربنا هو اللي كان بيرشد هنتكلم في النهاردة، هنقول النهاردة، وبعد كده كان بيسيب لي الموضوع أقدمه بالإسلوب أو بالطريقة الخاصة بي. لكن هو اللي كان بيحدد. عايز أقول لكم أن أنا النهاردة أنا أول واحدة مستفيدة بكل الشرح اللي حصل من روح الله، لأني ما كانش فيه الترتيب ده، يعني ما كنتش فهمه بهذا الترتيب الروحي اللي ربنا شرحه لنا. الحاجة التانية لما وصلت للجزء رقم تقريبا كان في الجزء الخامس أو السادس، أنا شفت المسيح للمرة رقم 7. الرؤية دي هي اللي أنا هحكيها لكم بنعمة ربنا المرة الجاية، وهحكي لكم ليه وأنا شفت فيها إيه وإيه اللي ربنا عايز يوصلهن بعد، وكرسالة لينا بعد كمان أورشليم السماوية. الحقيقة رب روعة الطريق معاك والمسيرة معاك. اللي أنا من البداية في الرؤية رقم 6 إن أنا ما شفتش، ما كنتش فاهمة إنها بتقولي يلا إحنا خارجين في هذا الطريق الروحي الجميل، وما كنتش عارفة بهذا الترتيب الشيق الرائع. من فضلكم عشان تقدروا تفهموا كل حاجة ارجعوا للرسالة بترتيبها. ربنا عايز يوصل لكل واحد منكم رسالة محددة وطريق محدد متقسم بدرجات محددة. بنعمة ربنا المرة الجاية هعمل لكم ملخص لكل الرسالة مع كل الطريق والرؤية النهائية اللي أنا شفت فيها المسيح للمرة رقم 7. اسمحوا لي النهاردة نفسي أقول لك حاجة. عايز أقول يا حسنها مدينة عظيمة زي العروسة من زينا أعدها بالسما نزلة بالعز لبسة توب الهنا. يسوعنا نورها مجده جمالها ده حضن دافي ونبع صافي
دي شجرة حياة وورقها شافي، نفرح نهني نهتف نغني، المجد ليك يا رب. قدوس يا غالي عالي وعظيم، مجد وكرامة للحمل الأمين. استعدوا يا أحباب، يسوعنا جاي على السحاب. أمين تعالى يا يسوع تعالى، المجد ليك. أمين تعالى يا يسوع تعالى، المجد ليك. اسمحوا لي النهاردة أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، ليك يا رب كل كرامة وكل سلطان من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. ليك الحكمة والغنى والقدرة يا إله العظيم. آمين. هشوفكم بنعمة ربنا المرة الجاية.